قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الإيمان والأدب توأمان لا يفترقان، فإذا كان الإيمان موجودا فالأدب موجود، وكلما زاد إيمان المرء ازداد أدبه. وكما أن الإيمان في القلب ينعكس على الجوارح، كذلك الأدب في النفس يظهر في تصرفات الإنسان صغيرها وكبيرها بدون أي فرق. انظروا، حينما يكون هنالك مصدر للنور، فإذا لم يكن هنالك أي مانع فإن النور ينتشر في كل مكان. لا يمكن أن يكون هنالك مصدر للنور من دون أن ينور ما حوله. لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا ولا يكون متأدبا، يلتزم بالقواعد الأخلاقية في الخطاب وفي الكلام وفي السلوك وفي علاقاته مع الناس. تعرف إيمان المرء مثلا من خلال تواضعه، باعتبار أن التواضع لابد أن يظهر في كلام المرء، في خطابه، في موقفه، في مشيته، في جلوسه. متواضع. إذا شفت واحد متكبر شك في شيء من إيمانه. وكما أن الشجرة كلما زادت ثمارها، كلما تدلت الأغصان أكثر، كلما كان إيمان المرء أكثر، كان تواضعه للآخرين وكان أدبه مع الآخرين أكثر من غيره. الحيوانات في العادة هذه تتصرف غرائزيا، لكن الإنسان هو الموجود الذي يفهم ما يعمل ويستطيع أن يتحكم في عمله، في كلامه، في سكوته، في منطقه، في أخلاقه. مو كل شيء فعل وردة فعل. لا يقول كلاما إلا ويفكر مسبقا. لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. شايف أحيانا فرد واحد في جلسة قاعد يطلق كلمة بعدين يتورط في ما قال. العاقل أولا قلبه يفكر ثم فيما بعد ينطق. الأحمق بالعكس، ينطق بعدين يفكر. نحن فيما يرتبط بأدب الكلام مقيدون بقواعد وسلوكيات أخلاقية محددة معينة. يعني كما لا يجوز لأحد منا أن يرفع يده ويصفع إنسانا بريئا لأنه أحب ذلك، لأنه غضب عليه، كذلك لا يجوز للمرء أن يطلق الكلمات. لابد أن يكون كلامه كلاما ينبع من الأخلاق، و
من الأمور الصغيرة وهي كبيرة في الحقيقة قضية رفع الصوت أو خفض الصوت. نحن في الصلاة حتى لو كان إمام الجماعة يصلي بالناس والصلاة تكون صلاة جهرية مثل صلاة المغرب مثل صلاة العشاء، مو صلاة الإخفاق مثل الظهرين، مع ذلك عندك الركعة الثالثة يجب أن يصليها إخفاتا ما يرفع صوته. أنت تصلي لرب العالمين سواء كنت مع الناس أو كنت وحدك، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك السبيل، كن عاقل. غير العاقل أحيانا يرفع صوته بلا حساب، يخفض صوته بلا حساب. العاقل كل شيء في مكانه، وفيما يرتبط بخفض الصوت أو رفع الصوت. كان النبي يمشي فإذا به يسمع أقواما يرفعون أصواتهم بالدعاء، جماعة يدعون رافعين أصوات، قال اربعوا على أنفسكم فإن الذين تدعونه ليس أصم ولا غائبا وإنما هو سميع عليم وهو معكم. يعني يبدو الآن مرة جماعة يدعون دعاء جمعي بصوت معين بس مو أكثر من الطبيعي، يبدو أن هؤلاء كانوا يدعون بأصوات كأن الله غائب أو كأن الله بعيد. لا، قال اربعوا على أنفسكم، خففوا على نفسكم، ما يحتاج أنت حنجرتك تشقها لأنه دا تدعو الله. اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. سميع، سميع صفة المبالغة من السامع، شخص سامع شخص سميع، ونعلم ما توسوس به نفسه، فلا حاجة إلى أن ترفع الصوت. وذكرنا أيضا حينما جاءه ذلك الأعرابي وقال هل ربنا بعيد قريب فنناجيه أو بعيد فنناديه، أنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أنا قريب من عندك، لا ترفع صوتك بلا حساب، بمقدار ما تبلغ الصوت للطرف الآخر كافي. نعم حينما يكون بعيد بمقدار ما توصل الصوت إليه، لكن إذا هو قريب لك هم لازم تصيح عليه؟ لا. طبعا في بعض الأفراد اللي في الحقيقة يتعودون على حالة رفع الصوت في كل صغيرة وكبيرة ومع كل الناس، لكن عادة رفع الصوت علامة إما الغضب أو التحقير للطرف الآخر. يوم اللي واحد يغضب يرفع صوته، يوم اللي يريد يحقر الطرف الثاني يرفع صوته. إحنا حتى بالنسبة للحيوانات لا يجوز لنا أن نفعل ذلك، الإنسان لازم يكون متأدب، والأدب في النفس لابد أن يظهر فيما يصدر من المرء، كما أن الإيمان في القلب لابد أن يصدر من أعضاء الإنسان. هذا الأدب نجده في التاريخ في أمثلة كثيرة، أولئك الذين كانوا يتكلمون بأدب خاصة مع الأعلى منهم، قلنا الناس إما هم أعلى منك كالأنبياء والأئمة، أو هم أنزل منك مثل صاحبك الموظف عندك، عبدك، ابنك، أو هم متساوون معك مثل زوجتك، مثل جيرانك، مثل من تعمل معهم من الناس. لازم كل شيء تحسب حساب إله مع رب العالمين، مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لازم تغض غض الطرف أو غض الصوت. غض الطرف يعني نزل عيونه، يعني ما يطالع في عين الطرف الثاني، لا منزل، علامة التواضع، حتى في خفض الصوت علامة التواضع، غض الطرف أو غض الصوت.
لكن هل هذا يختص برسول الله أم لا؟ في كثير من الأحكام هي كما في القرآن الكريم كما في الروايات ترتبط بالنبي، لكن ما تختص به فقط. نعم، لمقام رسول الله لا بد أن يكون خفض الصوت متناسبا مع جلاله وعظمته، لكن مع الآخرين أيضا نفس الشيء. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله حسب مقام رسول الله، وعند الآخرين حسب مقاماتهم أيضا. أنت جالس عند عالم كبير، عند أحد المحترمين، عند زعيم قوم مثلا، لابد أن تحسب هذا الحساب وتخفض وتغض من صوتك. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله هذول أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. علامة التقوى في القلب أنه يغض صوته حسب مقام من يخاطبه ويتحدث معه. فإذا هذا مو مختص بمعنى فقط عند رسول الله احنا نخفض اصواتنا، لكن عند العلماء، عند المراجع، عند من يمثلون النبي صلى الله عليه واله وسلم احنا مو مكلفين، لان الله ما قال ان الذين يخفضون اصواتهم عند العلماء، قال عند رسول الله. نعم، هذا ميزان وهذا مثال، ولكنه ايضا ينطبق على الاخرين. احنا في من أوائل القصص التي جاءت في القرآن قصة آدم وإبليس. في سورة البقرة تجد أن الله منذ بداية القصة، قبل ما الله يخلق آدم، الله قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها. قضية السجود لآدم وبعد تكبر إبليس وعدم السجود. يوم اللي تكبر إبليس ما كان مؤدبا مع ربه. طبعا إبليس يعرف الله ويعرف قدرة الله وشايف من جبروت الله ما لم يره أحد من عامة الناس، مو أنه ما يعرف، لكن يوم اللي رفض السجود ما تأدب في الكلام. خلقتني من نار وخلقته من طين، قام يناقش، قام يعترض. الملائكة أيضا اعترضوا لكن بأدب، ما قالوا ليش لتخلق آدم، قالوا هذا اللي أنت تريده يا رب العالمين، أن أولاد الخليفة في الأرض بما ركبت فيهم من الشهوات ومن العقل من الوجدان ومن الإرادة يمكن أن يفسدوا في الأرض، يسفكوا الدماء، إحنا موجودين نسبح بحمدك ونقدس لك. خاطبوا بأدب، الله خاطبهم بأدب، ما قالوا اسكتوا، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ويوم اللي عرفوا هم مشتبهين ورب العالمين صحيح ده يخلق من ذرية آدم من يعصيه، من يعصيه، لكن أيضا من ذرية آدم مثل رسول الله، مثل أئمة الطاهرين، مثل الأنبياء، مثل الرسل، مثل الصالحين. بعدين الله ده يعطي لهذا أكثر ما ده يعطي للملائكة اللي عندهم الملائكة من الله، بس الله ما يعطيهم شيء محدود. هذا آدم ده يعطي علم، عرض الأسماء على آدم على الملائكة ما عرفوا يجاوبون، آدم جاوب، عرفوا أنهم مشتبهين فقاموا يتوبون، يحومون حول البيت المعمور، يكبرون الله، يهللون الله. وأنت حينما تذهب للحج في الحقيقة تقوم بما قام به الملائكة حينما تابوا مما قالوها لرب العزة والجلال. أنت عم تريد التوب، الله مخلي لك رمز هي الكعبة، تطوف حول الكعبة وتقول لبيك اللهم لبيك، وتطلب من الله أن يغفر لك كما فعل الملائكة. الله قبل من الملائكة توبتهم،
آدم فيما بعد حينما عصى ربه تاب فقبل الله توبته، لكن إبليس مصدر الشر إلى الآن، الله مطي مهلة، لكن يوم اللي يأخذ المهلة من عنده ذاك الوقت نعرف أنه كم كان الأدب لو كان يلتزم به يخلصه من عذاب أبدي يوم القيامة. هذا الأدب اللي مطلوب من آدم، من الملائكة، من أصحاب رسول الله، مطلوب منك، مطلوب أن تكون مؤدبا مع الله. شايف أحيانا بعض الأفراد مو مؤدب حتى مع الله، حتى في خطابه مع رب العزة والجلال يتكلم وكأنه يطلب شيء من الله، ليش ما مطيني تمنه حتى تعترض على رب العالمين؟ ما أطلق، أعطاك لازم تشكره، منع عنك لازم تشكره، أنعم عليك تشكره، سلب النعمة لازم تشكره. يا من لا يحمد على مكروه سواء، شنو احنا نطلب الله شيء عندنا؟ شيء مطين لله؟ العلاقة بين الله وبين العبد من طرف واحد، الله فقط لي يطي، انت شو تطي الله؟ لو أن البشرية كلهم عصوا ربهم وعبدوا الأصنام، لا عبدوا الحيوانات والحشرات، مثل ما الآن اليوم أكو ناس في الهند يعبدون الفئران وعندهم معابد للفئران، هاي صورها موجودة، أفلامها موجودة، أنه كيف قاعد مع مجموعة من الفئران حوله وبيده فتسبحة طويلة ما أدري ألف خرزة فيها وده يسبح بحمد الفئران، والفئران تصعد على رأسه وتدخل في جسمه وكذا، بس هاي مقدسة عنده. هسه لو البشرية كلها شكل صاروا، الله يخسر شيء؟ الله يخسر شيء؟ ولو أطاعوه جميعا اللي يربح من ورائهم شيء، فشو اللي تطلب انت؟ لازم تكون مؤدب. ليش الدعاء المأثور مطلوب احنا نقرأ؟ لأن الله أوحى بهذه الأدعية لأنبيائه وأوليائه، ده يعلمون شلون تحكي مع رب العالمين. انت شوف سورة الحمد تبدأ باسم الله وتذكر أنه رحمن وأنه رحيم، بعدين تحمده والحمد لله رب العالمين، مرة ثانية تجيب صفة الرحمة، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، بعدين تقول اهدنا الصراط المستقيم. شلون طريقة مؤدبة؟ أي إنسان لو يريد يطلب من إنسان مثله، مو يطلب من رب العالمين جبار السماوات والأرض، إذا أجى عنده قال أنا أعرفك أنت رجل كريم، أنت تستجيب لمن يطلب منك شيء، أنت عندك أيادي بيضاء، ثم يطلب من عنده شيء، هذاك وجدانه يقول له أعطيه، ضميره يقول له أعطيه. طبيعي، تحسن إليه بكلامك فيحسن عليك بفعله. بيعلمنا الله، تريدون تخاطبوني تطلبون من عندي هداية، اقروا سورة الحمد، أو مثلا بعد الصلاة تسبيحة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، تكبر الله 34 مرة، تحمده 33 مرة، تسبحه بحمده 33 مرة، يوم اللي تكمل 100 تكبيرة وحمد وتسبيح حينئذ تطلب منها حاجاتك. جميل، لطيف، هاي الطريقة، هاي الطريقة السليمة والطريقة الصحيحة. هنا ملاحظة، بس قبل ما أبدأ الملاحظة لابد أن أبين أن كتاب الله حقيقة ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما في شيء ما موجود في القرآن، 600 وكذا صفحة هذا الكتاب، أخذ كل الكتب اللي البشرية ألفوا، شوف أي كتاب 600 وكذا صفحة كم موضوع فيه، كم توجيه فيه، كم رؤية وبصيرة في الكتاب. يمكن كتاب 600 صفحة في موضوع واحد، موضوعين، 10، 600 كل صفحة موضوع. تعرفون في القرآن الكريم كم موضوع؟ أنا كثيرا ما أسأل حتى بعض أهل الاختصاص أنه كم تظن في القرآن الكريم من عناوين، من مواضيع. الآن جاي بشكل مختصر، عبارة عن كلمتين، عبارة عن آيتين، عبارة عن سورتين أو مفصل، كم موضوع في القرآن الكريم؟
الآن اسأل نفسك وأعط الجواب لنفسك حتى أبين لك كم موضوع في القرآن الكريم. صلوا على محمد وآل محمد. مئتين وخمسين ألف موضوع في القرآن الكريم. 250,000، أكثر من 10,000 عنوان أساسي ورئيسي، والبقية عناوين جانبية. مثلا الاختيار، حرية الإنسان، حرية سفره، حرية تجارته، حرية كلامه، حرية فعله، حريات متعددة، 100 حرية على الأقل الإنسان عنده الله مطيف في هذه الحياة. عنوان الرئيسي حرية، بعدين تجي عناوين فرعية. من جملة العناوين والموضوعات التي جاءت في القرآن الكريم ما يرتبط بالقول، ما يرتبط بالكلام. بس الكلام شيء طبيعي في البشر، ما دام تفكر بشيء تستطيع أن تنطق به، وما دام تنطق به تستطيع أن تكتبه. يوم اللي تتعلم تفكر، الطفل يوم اللي يكبر يتعلم أيضا الكلام، بعد مدة هم يتعلم الكتابة، يوم اللي يكبر هم يصير خطيب يتعلم الخطابة. الشيء اللي يخطر في باله يقوله بلسانه، ثم يخطب به، ثم يكتبه على الورق. عندنا أحكام هواية، أنا بعضها أجيب لكم إياها. واحدة من عدها أن لا تقول وأنت لا تفعل، ما تفعل شيء لا تقوله. أن تقول وتطلب من الناس شيء وأنت لا تعمل لا تسويه. ليش؟ أولا لأن روحك تؤثر في الشخص الآخر أكثر من لسانك. يعني إذا واحد قاعد يمك بخيل حتى لو ما يتكلم وياك، ترى نوع من هذا البخل ينعكس عليك. لذلك عندنا في قضية الصداقة والأصدقاء، من تصادق ومن لا تصادق. أنا صادق مع واحد بخيل مثلا، ما عندي شغل وياه ولا أريد من عنده مال، لا تصادق وياه، لأن روحه ذبذبات أفكاره. شلون بعض الأوقات قاعد ويا واحد يجي في بالك تقول له فلان موضوع، هو يقول لك، تقول الآن كنت بقول لك، ترى هو أخذ من عندك بس سبقك بالقول. يعني كنت تريد تذكره بقضية فإجا في بالك راح أذكره وهو قال. أول شيء من عندك طلع راح وصل إلى دماغه، هو بسرعة بادر وتكلم. كم من شعراء عندهم توارد الخواطر، توارد القصيدة كاملة أو بيت من الشعر أو كذا. شاعر في الشرق نظم قصيدة، شاعر في الغرب أصلا ما كان معاصر إلى أيضا نظم قصيدة، بعض الأبيات متشابهة، هذا اللي يسموه توارد الخواطر. وهذا اللي في بالك ترى ما يحتاج إلى وقت طويل حتى ينطلق يروح إلى أماكن ثانية. إذا أنت إنسان تعمل بما تقول، ما دمت تعمل بما تقول تأثير عملك أكثر من تأثير كلامك. لما تقولون ما لا تفعلون؟ هذه واحدة. كلام اللي تريد تقوله أنت سويه بعدين قول للناس. قصة تلك الأم التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معروفة، قالت يا رسول الله هذا ابني هو يأكل تمر، فأريدك تقول لي يأكل تمر يسمع كلامك. وأعتقد مو بس يسمع كلام النبي، باكر الأم راح تمنع من التمر تقول النبي قال، فتأخذ كلام النبي حجة عليه. النبي قال ما يخالف باكر تعال. بس كلمتين النبي يقول للطفل اللي تأكل تمر، ليش تروح باكر تجي؟ شايف كثير من الموظفين في الدولة أصلا طبيعي لما تروح يما يقول بكرة، عمي الرجال جاي من بيته إليك، ليش بكرة؟ بكرة بعد أسبوع، شو الفرق بين بكرة واليوم؟ لا يريد يأذي، طبيعته صايرة هالشكل. يوم ثاني النبي حاشاه منزه عن مثل ذلك. يوم اللي راحت المرأة التفت الأصحاب إلى النبي، يا رسول الله ليش أجلتها على بكرة؟ قال النبي أنا اليوم ما أكل تمر، شلون أقول لهذا الولد اللي يأكل تمر بكرة ما راح أكل تمر؟ إلى أن تجي هاي الأم وتجيب ولدها أقول له لتأكل تمر الولد.
لما تقولون ما لا تفعلون؟ وبعد في أدب الخطاب لابد أن تكون واضح في كلامك. بعض الأوقات الأب لأولاده، وهذا إحنا مجربين باعتبار إحنا عندنا تجربة الأبوة، فالشيء يجي في خاطري فالجملة قصيرة أقول للابني، بعدين أعاتبه ليش هذا ما سويته، يقول شنو قلت لي؟ وضح قولا بليغا، خلي يكون واضح بلسان عربي. شنو؟ لسان عربي بسيط. لا مبين، لازم يكون واضح. هاي البلاغة، البلاغة يعني تبلغ ما عندك إلى الشخص الثاني. ما تقدر أنت تعاتب واحد بكلام غامض قلت له، كلامك لازم يكون دائما واضح للطرف الآخر، لسان بليغ واضح. بعد موضوعك خلي يكون اللي يكون، بس كلامك خلي يكون لين. الله يرسل موسى وهارون نبيين. هارون كان شريك موسى، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. زين، يقول رايحين إلى من؟ إلى فرعون الذي ينازع رب العالمين رداء الجبروت. اذهب إلى فرعون وطغى وقول له قولا لينا. طبعا لين مو يعني المحتوى لين. موسى يوم اللي اجى إلى فرعون قال أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. بني إسرائيل كانوا مسخرين ويتعامل معهم فرعون وملأه كأنهم خدم وعبيد، خدم أو عبيد بني إسرائيل. شوفوا كلامه لين لكن محتوى قوي، أطلق صراح بني إسرائيل، أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذب. قالوا واحد سابقا مو كل الناس كانوا يعرفون يكتبون، فكانوا بعض الناس كتاب يقعدون في قارعة الطريق، مثل ما بعد بعض الدوائر الحكومية أكو واحد يعرف شلون يملي الرسالة، شلون يملأ الفورم، فكانوا يقعدون الناس اللي ما تعرف تقرأ وتكتب يجون يم هؤلاء، يقول له اكتب رسالة إلى فلان وتقول له الموضوعات وذاك ذا يكتب. اجى فد واحد عنده عركة مع صاحبه، ذاك ماكل عليه ماله، فقال له اكتب. قام يكتب إلى أن وصل أنه اكتب إله إذا ما أعطيتني حقي، وقام من مكانه وقام يصيح ترى أجي أكسر راسك، رفع صوته. خب ذاك مكتبه، خلص الرسالة قال اقرأ لي. ذاك يقرب صوت طبيعي، السلام عليكم أنا فلان بن فلان، ترى إذا ما أعطيتني حقي أجي أكسر راسك. قال اصرخ، قال أنا أكتب يواش لين، أنت اقرأ بصوت عالي. الرسالة ما أقدر أصعد الصوت بالرسالة. أحيانا عندك فت قضية، خلي موقفك قوي لا تتراجع عنه. مثلا شخص يريد من عندك شيء ما تريد تبطيه، مو من حقه مو من مصلحته، تقول له لا يصر عليك، لا بعد يصر، لا يعني إلا تصرخ في وجهه. خلي الموقف قوي، أما القول فقولا له قولا لينا. كلامك أيضا من تعاليم القرآن فيما يرتبط بالقول والكلام، خلي يكون كلامك بحيث يمكن تطبيقه، يعني ما تطلب من الطرف الآخر شيء ما يقدر يسوي. قولا ميسورا، يكون ميسور هذا الشيء الذي تطلبه من الطرف الآخر. كلام اللي تقوله لازم أنت فعلا مؤمن به. حينما غاب الهدهد وسليمان توعده أنه راح يعذبه، يوم اللي أجى شنو قال له؟ جئتك من سبأ بنبأ يقين. شايف أحيانا بعض الناس شيء ما يعرفه يسألوه في السؤال يجاوب، عمي ما تعرف؟ يقول ما أعرف. ترى تقول ما أعرف مو عيب، لكن تقول كلام كذب عيب. مرة كنا رايحين مكان ضيعنا الطريق، ف
فطلع السائق سأل فد واحد الطريق من وين، قال له منا 100 كيلومتر رحنا، تبين هذا غلط، قال لنا 100 كيلومتر رجعنا، يعني 200 كيلومتر، لأن صاحبنا ما كان مثل هدهد جئتك من سبأ بنبأ يقين، ما تعرف قل ما أعرف. فالسؤال في الكلام، خلي كلامك يكون نابع من يقينك ومعرفتك. أحيانا شخص يتورط في مسألة شرعية، عيب عنده يبين عجزه وعدم علمه، يقول المسألة غلط. عمي اخو تدري انت يوم القيامة محاسب على هذا الكلام، الرجل راح يعمل بكلامه، هاي مسألة شرعية. هذه ايضا من التعاليم التي وردت في القرآن الكريم. اللغو والذين هم عن اللغو معرضون. حينما تستطيع أن تبين مقصودك بجملة واحدة، ليش تحشو هاي الجملة بعشر جمل إضافية؟ لغو زيادة، خلي بها المقدار الممكن. كلامك خلي يكون فيه إكرام وتكريم للطرف الآخر، لتهينة تأخذه العزة بالإثم. قولا كريما حسب تعبير القرآن. طيب خلي يكون كلامك تقدر تعبر تعبيرين، عبر الأطيب، وهدوا إلى الطيب من القول، قول الطيب، قول الحلو. هذه مجموعة طبعا وغيرها كثير، لا مجال لبيان هذا الموضوع، لكن أريد أن أقول مسألة خفض الصوت، مسألة رفع الصوت، مسألة محتوى الكلام، مسألة الأدب، هذه مسائل ترتبط بعلاقات الإنسان بربه، بنبيه، وبالمساوين معه، وبالأنزل منه قدرا. لازم تتقيد فيها، لأنه إذا ما تقيدت ترى مو بس شرب الخمر حرام، والزنا والسرقة وقتل النفس، هذه أيضا في قائمة المحرمات. إن الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت، صوتا يرفع صوته، لا ترفعوا أصواتكم، مثل ما قلت لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا يكون أنت النبي ده يقول شيء أنت إلا تخالف، وقد فعلها كثير من الأصحاب. لا تجي تحاسبني أنه ليش تحكي على الأصحاب. في صلح الحديبية النبي تنازل عن أمور كثيرة. أولا كان قد قال لأصحابه إننا سنذهب إلى المسجد الحرام نطوف حول البيت. إجا عامر ممثلا للمشركين وقف قدام النبي، لا متروح. النبي قبل ميو. اثنين، يوم اللي رابوا يكتبون الرسالة بيناتهم يتفقون على معاهدة 10 سنوات ما يتحاربون فيما بيناتهم. النبي أملى على الإمام علي، وكان الكاتب الإمام علي، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا، إنما باسمك الله، مثل ما في الجاهلية احنا كنا نكتب الرحمن الرحيم مني باسمك الله. الإمام علي، النبي قال ما يخالف، امسح بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك الله. هذا ما تعاهد عليه رسول الله، قال له لو اعترفنا بك رسول الله ما أجينا نحاربك. زين نروح الآن نطوف؟ لا، ما تطوفون هالسنة، السنة القادمة تجون تطوفون، هالسنة ما تطوفون. النبي تنازل، ما عدا قلة 3 أو 4 من المسلمين من أصحاب النبي وافقوا النبي، بقي كلهم خالفوا. حتى أن أحدهم قال أنا شكيت أصلا في نبوته هذا النبي ولا. دخل النبي على أم سلمة قال هلك المسلمون. نبيك ده يقول لك، أنت معترف بي نبي من قبل رب العالمين، قيادتك الموثوق بها، مرة بعدك شاك، مرة جاي بصلاتك تقول أشهد أن محمد رسول الله، يتقدم على النبي، هذا التقدم، أو يرفع صوته على رسول الله، هذه أيضا تدخل في قائمة الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح، كل هذه تدخل في هذا الإطار.
المؤمن ذلك الذي لا يظهر منه إلا الخير، إلا الأدب، إلا التواضع، إلا العطاء، هذا هو الإيمان، يظهر في أعضائه، في جوارحه، في كلامه، في سكوته، حتى في سكوت مؤدب، في كلام مؤدب، في خطاب مؤدب. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. نتيجة التأدب نتيجة كبيرة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.